السماء إن هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام تعيش وتصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنكمل دراستنا لرساله معلمنا ماري يوحنا الحبيب، وهي الرساله الاولى. احنا قايلين ان معلمنا يوحنا كتب 5 حاجات في الكتاب المقدس، انجيل يوحنا وثلاث رسائل وسفر الوحيد النبوي في الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤيا. وقلنا ان في الرسالة دي اول حاجة بيأكد على لاهوت المسيح اللي جاء كنور للعالم وقال اللي يتبعني فلا يمشي في الظلمة، وعرفنا ان الظلمة ده من الشرير وكل انسان بيبغض اخاه فهو الى الان في الظلمة، وقال ان اهم حاجة ان الانسان يعيش في المحبة. وصلنا لحد الآية لان الله محبة، اما اخذناها في الاصحاح اللي هو الاصحاح الرابع آية 8، اما بيقول لنا كده لأن الإنسان اللي مش بيحب يقول لك لم يعرف الله، لأن الله نفسه محبة، فليبقى الإنسان اللي مش بيحب ما بيبقاش بيعرف ربنا. طيب إزاي نوصل للمحبة دي؟ بالإيمان. أما بيكون عندنا إيمان بربنا وبنحب الآخرين نبص نلاقي ثبتت فينا محبة ربنا، وأما تثبت فينا محبة ربنا نبان إن إحنا أولاد ربنا. كل واحد يشبه المولود منه. انا لو مولود من ربنا لازم هيبقى فيا السمات الوراثيه بتاعته. طب هو ايه اكتر حاجه تميزه؟ هي المحبه. وعشان كده يميز اولاد الله القديسين ان هم كلهم عندهم محبه، ما عندهمش بغضه وشر ساكن في قلوبهم. يقول لك كده لان من يبغض اخاه فهو في الظلمه ولا يعلم الى اين يذهب لان الظلمه قد اعمت عينيه. يبقى ممكن في ناس بتخضع نفسها لحد النهارده وتقول لا انا قلبي بحب بس الا فلان، يقول لك لا طالما لسه في بغضه يبقى انت لسه فين؟ في الظلمه. ما تخضعش نفسك لان النهارده تقدر ترجع للنور، النهارده تقدر تسامح وتغفر، النهارده تقدر ما تفكرش في الخطايا اللي عملها فيك الناس او الشرور اللي عملوها معاك، ولكن تطلب لنفسك وليهم النجاه. هقول انا مش هقدر، لا انت واخد القدره دي، لان اخر ايه وقفنا عنها بيقول لك بهذا نعرف اننا نثبت فيه وهو فينا، ايه 13، انه قد اعطانا من روحه. احنا وقفنا الايه 10، طيب وقفنا الايه 10 ان بنقول هو احبنا، أو الله احبنا، بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفاره. هو ارسل ابنه لان بيعلمنا المحبه الحقيقيه، فورانا اما الانسان يكون بيحب المفروض ان هو يبذل. فاحنا بيقول كده هكذا احب الله العالم حتى بذل. يبقى ما تقولش ان انت بتحب من غير ما تكون عندك بذل من اجل الناس اللي بتحبه. طب لو انت احببت الناس اللي بيحبوك بس، يقول لك المسيح كده فاي فضل لك، ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم. لكن اما بيبقى الانسان عالي عن الطبيعه لانه اخذ من روح ربنا اللي ساكن فيه، يبتدي ياخد قدره على انه يحب مش بس القرايب والمعارف، لا يبتدي يحب الاعداء والمسيئين والذين يريدون ان يصنعوا خصام معك. يبقى هم دول اللي هم ما يتحبوش، لان ساعات ممكن حد كده يقول فعلا الناس اللي حواليا ما يتحبوش. انا موافقك، بس هو بيديك الامكانيه ان انت تحب اللي ما يتحبش. اما يبقى انسان صعب الطباع، يعني صخري المشاعر، تبص تلاقي كده ما عندوش مشاعر، ما بيحب، ما بيعرفش يبين محبته للاخرين، تبص تلاقي ربنا يديك الحب اللي تعرف تحب بيه حتى الناس وان كانت طباعها صعبه. وعشان كده بيقول كده ايها الاحباء ان كان الله قد احبنا هكذا. يعني احنا ما فيناش حاجه حلوه عشان يحبنا، ده احنا واقعين في خطايا، وكل واحد لو قعد فكر يقول يا طب انا اتحب على ايه؟ اذا كانت كلمه يا احمق تدخلنا نار جهنم، امال احنا كم الخطايا والشرور والافكار والظنون الخداعه اللي اظلمت نفوسنا دي ممكن الواحد يقف بها فين قدام ربنا؟ ان كان الله احبنا كذا، يعني مش لفضل فينا،
كلمة هكذا دي يعني أحبك من غير سبب، ما كانش ليك فضل في هذه المحبة، لكن الله لأنه محبة فأوجدك لهذه المحبة. يعني أحبنا أن احنا نكون موجودين، وأحبنا أن احنا نكون في طاعة اسمه، وأحبنا أن يكون لنا مكان في الأبدية. بس مش كل واحد هينال كده إلا اللي ثبت في المحبة. عشان كده بيقول أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا. الله اللي هو مفهوش شر، اللي هو قدوس، بيقول كده ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعض. يبقى ما نقدرش إن احنا نحب بعضنا بعض إلا ما نشوف ربنا قد إيه بيحبنا. واحد يبقى مش قادر تحبه ومش قادر تستحمله، وبعدين تيجي تقف قدام الصليب شوية تقول طب هو رغم كل الشرور اللي أنا عاملها دي لسه فاتح لي حضنه على الصليب؟ طب أنا كنت وحش قد إيه؟ يقول لك ده تعيرات معاييريك وقعت عليا. طب بس كده؟ لا، ده استهزئ بيه واتهان، وبعد الجلد ما خدش إكليل ورد، ده أخد إكليل إيه؟ شوك. طب وبعد إكليل الشوك كفايه كده تعب؟ لا، يصلب، وبعد حتى اما يسلم الروح يتاكدوا ان هو اسلم الروح بايه؟ بحربه. يبقى هنا ما تفتكرش ان المحبه دي كل ما تبص للصليب وتشوف حجم الحب اللي جالك ده، احنا ما نستاهلوش، ولكن اعطاه لنا ايه؟ هكذا. طيب اما اجي بقى واقول اصل انا مش بقدر احب فلان عشان كذا، طب انت لو ربنا قال لك انا مش بقدر احبك عشان لسانك مش حلو، وعشان فكرك مش نقي، وعشان قلبك مش نظيف قدامي، يبقى انت ايه؟ انت اللي حطيت نفسك، لانه كما تدين هتدين. لكن انا لو ابتديت ان انا اخف او اشيل من قدام عيني خطايا الاخرين، يبتدي ربنا كمان يقول لك كده زي ما انت غفرت اغفره، يعمل ايه؟ يغفر لكم. يبقى انا ما بقف قدام الصليب بشوف حجم الحب اللي ربنا اعطاهوني، واعطاهوني مجانا، مفيش فضل ليا. يعني ما تقعدش تبص في المراية كده وتقعد تقول ايه الحلاوة اللي فيا تخلي ربنا يحبني عشانها، لا، ده هو خلقنا كلنا من تراب الارض. طب ايه تاني خليه ربنا يحبنا عشانه؟ اعمالي الصالحة، ده هو اعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. عارف لما يجي يقول لك ايه؟ خد، عارفين لما بنيجي ندي ابننا حاجة تقول له خد الجنيه ده وحطه في الصندوق، مين اللي ادالك الجنيه؟ ابوك. ومين اللي قالك حطه؟ وبعدين اول ما تحطه يسقف لك يقول لك برافو حبيبي، وياخدك في حضنه. الله، طب ما هو احنا بيقول لك كده منك الكل ومن يدك، وبعدين يديك مكافاه على انك اديت له من اللي هو اداهولك. بص المعادله، يعني هو بيدي لك اعمال صالحه، يقول لك كنت مريضا، كنت جعانا، كنت عطشان، طيب عشان تبين ايه؟ تبين المحبه. طب مين اللي هيديك الصحه ان انت تروح وتفتقد؟ هو. طب ومين اللي هيديك المال ان انت تساعد بيه الفقراء؟ هو. طب ومين اللي هيدي لك النية الحلوة؟ يقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. مين اللي يبقى في المسرة؟ أبوك يتبسط إن أنت سمعت كلامه، لكن هو اللي اداك كل حاجة عشان تعمل قدامه. وهنا زي ما ادى للرسل كده، ادى لهم القوة والمقدرة إن هم يخرجوا الشياطين ويشفوا المرضى ويخرجوا ويدهنوهم بالزيت فيشفوهم. طب كل الحاجات دي مين اللي اداها لهم؟ اما اداها لهم يقول لهم وارسلهم اثنين امام وجهه، يعني بعتهم قدام عينيه. وبعدين لما يرجعوا فرحانين يقول لهم بصوا ما تفرحوش بده، مش هو ده المهم، افرحوا ان اسماءكم اتكتبت فين؟ في السماء. فهو من محبته لينا كتب اسماءنا في السماء واعد لينا اعمال صالحه عشان نسلك فيها. طب والاعمال الصالحه دي اما نسلك فيها هو اللي بيساعدنا ان احنا نكمل. طب وازاي نقدر نكمل؟ ام كل ما بص للصليب وبص لحجم الحب اللي ربنا حبه لنا بيه، اقدر انا كمان احب الناس حتى وان كانوا ما يتحبوش. ان كان الله قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعض. الله لم ينظره احد قط. إن أحب بعضنا بعض فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا.
المشكلة بتاعتنا ان احنا الناس اللي احنا شايفينهم مش عارفين نحبهم، وبالتالي ما بنحسش بوجود ربنا في حياتنا. طيب اما بنكون بنحب بعضنا البعض، تبص يقولك المحبة دي مصدرها مين؟ ربنا. فوجود ربنا في حياتك بيكون اوضح، وعشان كده انت حتى ربنا ان ما كنتش شفته بعينيك لكن حاسس بيه بكل كيانك، لان هو مصدر المحبة دي كلها. بس مش محبة العواطف اللي هي ممكن تتغير اول ما تنجرح العواطف او تتهان. يعني في واحد يكون بيحب الناس جدا، واول ما تنجرح عواطفه او تتهان تبص تلاقي ايه؟ يقول لك لا يا عم الا الناس دي. لكن المحبة الحقيقية حتى لو اتجرحت العواطف تزداد اكتمالا وتزداد محبة اكتر، حتى وان كانت الناس اكثر اصرارا على جرحك او اهانتك. وعشان كده المحبة دي مش مصدرها ارضي، يعني مش مصدرها ان انا اقعد كده اقول لا طب انا قرار كده هاخد قرار ان انا احب الناس اكتر. لا، ده سكن ربنا يسوع فيك، يقول لك كده الروح ياخذ مما لي ويخبركم. فتعرف ازاي ربنا حب الناس رغم خطيتهم، رغم عصيانهم، رغم شرورهم، رغم ان هم بيصلبوه، يقول يا ابتاه اغفر لهم. طب جت منين المحبة دي؟ المحبة دي لأن الله طبيعته محبة، فعشان كده بيسكب فينا هذه المحبة بروح القدوس، فتقدر تحب اللي ما يتحبوش. وعشان كده بيقول الله لم ينظره أحد قط. محدش يقدر يقول أنا شفت ربنا، لأن أما جه موسى حاول أنه هو يشوف ربنا ما طقش من نوره ثقب إبرة، يعني حاجة صغيرة جدا بعد ما جاز مجده وخلاه يقعد في نقرة من الصخرة، وفاء لدرجة ان وشه ابتدى يلمع جدا. محدش يقدر يقول كده لم يراني احد ويعيش، ما ينفعش، لان الجسد الترابي اللي احنا لابسينه ده مش ممكن يعين عظمة الله. ده الملائكة بتعمل ايه؟ والشاروبيم والسرافيم يغطون عيونهم من بهاء الجالس على العرش. وهنا بيقول كده الله لم ينظره أحد، لكن إن أحب بعضنا بعض فالله يثبت فينا. تبص تلاقي بقى اللي بيخلي ربنا مش ثابت فينا عدم المحبة، لأن الواحد لما بيكون بيحب كل اللي حواليه تبص تلاقي مفيش قطية ممكن توقعه. لو أنا بحب حد مش هشتمه، مش هتكلم عليه حلو، مش هتكلم عليه وحش قصدي، لا، وحصل إن أنا بتكلم معاه مش ممكن هنقله كلام عن حد يوقعه في خطيه، ولا انا هكون عندي شهوه ناحيته، لان كل قلبي ايه؟ بيحبه. اللي بيخلي الواحد يقع في الخطايا ان هو ما فيش في قلبه المحبه الكامله. اللي خلى قايين يقتل هابيل ان ما كانش في قلبه محبه كامله، ما كانش في قلبه محبه خالص. وما ابتدت البغضه تخش قلبه، ابتدت تتسيد عليه، وربنا نفسه بلغه قال له خلي بالك على الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها ولكن أنت تسود عليها. وعشان كده ما بيكون واحد بيحب الناس تبص تلاقي خطاياته تبتدي تقل. ما يقدرش تكون بتحب حد وتقول له يا أحمق، ما تقدرش. ما تقدرش تكون بتحب حد وتتمنى له الشر أو تفكر فيه في حاجة بأي أسلوب ما يرضيش ربنا. دايما هتحب اما يكون واحد بيحب حد قوي تبص تلاقيه فضله عن نفسه. تبص تلاقي الام قبل ما تحط لنفسها وتاكل لازم تبص لايه؟ اولادها. ليه؟ بتحبه. تبقى راجعه وتعبانه وبعدين تقول طب اجهز لهم حاجه. ليه؟ ايه اللي بيخليك تعملي كده؟ المحبه. تبقى تعبانه يومين ثلاثه وسهرانه واقفه على رجليها، وبعدين تلاقي ولد سخن تبص تلاقيه وقفت على رجليها طول الليل. الله، ما انتيش حاسه ان انتي خلاص مش قادره؟ لا، بحبه. هو كده طبيعه الانسان اللي بيحب، ما يقدرش يعمل خطيه او شر في الناس اللي بيحبهم. فاذا كنا بنحب كلنا بعضنا بعض مش هيحصل بقى ان تبص تلاقي اتنين داخلين على الهيكل، واحده تزق الثانيه وتعض الثانيه عشان تخش تتناول قبل منها، واحده تشد الشاربي، يا ستي في ايه؟ او تبص تلاقي في حاجات طباع بتبقى صعبة جدا. تبص تلاقي فعلا ممكن يكونوا اتنين في القداس
وبعدين تقول لك ايه ستها هي تخش تتناول الاول عشان ما تجيش عيني في عينها وما تضطرش اسلم عليها. بمحبه ايه دي؟ ده انت بتاخدي ايه؟ بتاخدي جسد الرب ودمه ودينونه لنفسك. اذا كان بيقول كده مش هينفع ان انت تشوفي ربنا اذا كان في قلبك بغضه، تبقي في القداس ومخصمه الناس بس ايه الحمد لله يبون يعني ما جاتش عينينا في عينين بعض عشان كده ايه ما سلمتش. طب وايه المحبه اللي في قلبك دي هتروحي بيها فين؟ الله لم ينظر احد خط ان احب بعضنا بعض فالله يثبت فينا. طب وبعدين يقول لك ايه بقى؟ زي ما تحب لنفسك بالظبط تحب لاخواتك. يعني مش اقل شويه، ده احنا عندنا مشكله النصيب الاكبر. اما واحد حتى اما تيجي واحده تاخد بركه تبقى عايزه حته كبيره، النصيب الاكبر، عايزه مش عارف ايه، عايزه اخدت ليا وبعدين طب ممكن اخد لاختي، طب ما ادي لها اللي خدتي منها. فاهمين اللي يقول لك لا اخد لها هي، طب واللي انت خدتيها دي ما تنفعش ليها هي؟ لا دي بتاعتي انا، انا النمره واحد. دايما تبصوا تلاقوا الواحد يفكر في نفسه اولا، وهي الانا اسمها احب نفسي ايه اولا. امتى ننسى انفسنا في محبه الاخرين؟ تبص تلاقي الواحد يجري ويتعب وبتاع، طب وانت؟ مش مهم انا في الاخر. طبعا كلكم حافظين الترنيمه الجميله اللي كان فيها عنقود عنب. احنا لو جه عنقود العنب هنا ده مش هيعدي من اول واحد ده حتى ليه بقى؟ مشكلتنا دلوقتي ان كل واحد يقولك طب ادوقه، وبعدين يدوق مثلا وبعدين يسيب اللي هم المفعصين الوحشين، يقولك طب ما ادي اخواتي بقى المفعصين الوحشين بعد ما دقت وشبعت وبتاع. مشكلتنا ان احنا بقينا نراعي انفسنا اكتر مما ينبغي. المفروض ان كده لان تعرفين الكتاب المقدس بيقول آية رائعة جدا، يقول لك الصديق يراعي نفس بهيمته. ياه، يعني مش بس بيحب اخواته، ده حتى البهيمة اللي عنده يراعي نفسها، يشوف اكلها وشربها ويراعي صحتها. وممكن واحد تبص تلاقي زوجته تعبانة ومش عايز يسأل فيها، واحدة يبقى زوجها يعني على فراش الموت وهي تقول اهو من عمايله. ياه، ايه المحبة دي؟ ايه المحبة دي؟ ساعات كتيرة يعني ده احنا شفنا اليومين دول العجب، ناس بقت تشمت حتى في الموت. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ هل تفتكروا ان القلوب دي من ربنا؟ هل تفتكروا لو كانوا بيحموا الايمان السليم؟ او الايمان هنا يقول لك ايه؟ ان اللي قلبه فيه محبة هو اللي عنده ايمان. لكن مش ممكن يرى الله الانسان اللي في قلبه شماتة وغيرة وغضب وسخط وغيظ، مش ممكن يرى الله. ان احب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. كل واحد عندنا جزء من المحبة، ولكن الله كامل المحبة، فبيدلنا جزء ان احنا نتشارك به معاه بهذا الحب. وبهذا نعرف اننا نثبت فيه وهو فينا، انه قد اعطانا من روحه. يعني عايز تشوف نفسك بجد فعلا في قلبك محبة ربنا، شوف اللي بيقودك مين، روح ربنا ولا العالم. ويقول لنا معلمنا بولس الرسول آية واضحة وصريحة، الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. عايز تعرف نفسك ابن ربنا بجد ولا لا، شوف ايه اللي بيقودك، روح ربنا ولا روح الغيرة ولا روح الحقد ولا روح التعالي ولا روح الكبرياء؟ شوف ايه اللي بيقودك من جوه قلبك. في واحد بتقوده شهواته، اما يبقى نفسه في حاجة ما يقدرش، يقول لك اما تيجي نفسي في حاجة ما اقدرش امنع نفسي عنها. او كلمة وعايز اقولها، انا بصراحة كده انسان صريح، اقول للاعور انت اعور في عينك. طب وفين المحبة؟ فين اللطف؟ فين الاسلوب اللطيف اللي تقدر تتعامل بيه مع الناس عشان تجذب الاخرين لبيت ربنا؟ لا تبص تلاقي اسلوبه الجاف يخلي هنا يقول لك بهذا نعرف اننا نثبت فيه. يعني عايز تحس بجد اذا كنت ثابت في ربنا ولا لا، شوف الروح اللي بيحركك من جواك، روح المحبه والاشفاق على الاخرين ولا روح الحكم
بيقول لك كده فلان ما يصحش انه يعمل كده، وفلان ازاي يقول كده، وتبص تلاقي عمال يحكم على الناس. وممكن لو التفت للكتاب المقدس يقول لك لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، لان الله لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى مجيء الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. مجايز رأي قلبه قدام ربنا كان مستقيم. انت شايف ان هو وحش، لكن هو شايف ربنا عارف ان هو قد ايه حلو، لان الله هو اللي اعطاه من روحه وسكن فيه بروحه، وهو اللي قاده ان هو يصنع هذه الاعمال. عشان كده بهذا نعرف اننا نثبت فيه وهو فينا، انه قد اعطانا من روحه. كل واحد سكن فيه روح ربنا من ساعة ما خدتوه في المعمودية، وسكن الروح القدس فينا اما اترشمنا بالميرون بقينا كلنا مخصصين لربنا. عشان كده بيقول لكم انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فسكن الروح فينا بتبين سلوك الانسان بقى. اذا كان بحسب الروح فاحنا كده ثابتين في ربنا. طب اذا كان بحسب الجسد وشهواته واخطائه واهوائه ونزواته، تبص تلاقي يقول لك لا ده انت روح ربنا، انت كده تبقى طفيت روح ربنا اللي انت خدته. في ناس بتحزن روح ربنا اللي فيها، وفي ناس بتقاوم عمل الروح اللي فيها. في واحد يسمع لصوت ربنا يقول لا طب ما انا لازم اغير. اذا كنت ماشي في الشر سنين طويلة لكن النهاردة لازم اتغير، يبقى ده بيسمع لصوت ربنا لتبكيت الروح القدس في قلبه من جهة اي خطية او اي عمل شر او اي فكرة لا ترضي صلاح الله. وكل ما يحس ان في حاجة مش حلوة يقدم توبة بسرعة ويرجع. ليه؟ لانه عايز يرضي صلاح الله وما يطفيش عمل الروح اللي في ايه؟ في قلبه. روح ربنا قادر ان هو يكملنا كلنا في المحبة، ونخلينا كلنا بنحب بعض من قلب طاهر بشدة، زي ما قال معلمنا بطرس الرسول احبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة. قلب طاهر يعني ما عنديش اهواء تانية بحبك عشانها، انا بحبك زي ما المسيح احبني هكذا، لا لفضل فينا، ولكن بيقول لك كده وفيما نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. ليه؟ بيحبنا. وهذه المحبه اللي تكملت فينا وتبان فينا كل ما سكن الروح القدس فينا، لان اول ثمره من ثمار عمل الروح القدس فينا هي ايه؟ المحبه. وعشان كده الناس اللي بيبانوا ان روح ربنا فيهم بيبانوا اول حاجه من قد ايه المحبه اللي بتخرج منهم. ونحن قد نظرنا ونشهد ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم. ونحن قد نظرنا ونشهد لان يوحنا الحبيب عمل ايه؟ شاف المسيح، وعشان كده شهد ان المسيح جاء الى العالم لكي يخلص العالم. الله الاب لانه احب العالم ارسل ابنه الوحيد لكي يخلص العالم. طب ارسله بسبب ايه؟ بسبب المحبة. طيب هنا يوحنا الحبيب بيبين جزء جميل جدا المفروض ان احنا نفكر فيه. اول حاجة اما نظرنا عرفناه، وبعدين هنشهد لان عشنا معاه فبنشهد بيه. مش النظر اللي هو اللي انا شفته بس، لا ده شهدناه يعني ايه؟ تأملنا الحياة معاه. ودايما الحياة مع ربنا تمشي على الثلاث خطوات دول. اول حاجة المعرفة العقلية، يعني انا عرفت ان هو ده المسيح. تاني حاجة الحياة الاختبارية، عشرة. فما ابتدي يكون فيها عشرة ما بيني وبين ربنا ابتدي احس بقد ايه ان ربنا يسوع المسيح ليه كل الفضل عليا، وهو اللي بيحط المحبة في قلبي، وهو اللي بيغفر لي الخطايا والذنوب، وهو اللي بيخلصني مش بس انا، ده هيخلص العالم كله. طيب بعد المحب المعرفة العقلية والعشرة الاختبارية اللي بينا تيجي المحبة القلبية، وهو ده بقى هدف اللي بنسلك منه او هدف كتابة الرسالة دي، ان انت يكون في قلبك محبة مش بس تجاه ربنا، لان زي ما احنا عارفين ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. وعشان كده
أما شافوا يوحنا الحبيب وقبل الشهادة من يوحنا المعمدان، أما قال له هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. وانتوا عارفين ان مفيش حد فضل لحد تحت الصليب غير مين؟ يوحنا الحبيب. وهو ده عشان كده المسيح قال له على العذراء هو ذا امك وهذه هو ذا ابنك. من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. لان العملية متبادلة، انت مش بس انت بتثبت في ربنا، لان ده ربنا اللي بيديك القدرة ان انت تثبت، فهو يثبت فيك وانت تقدر ساعتها ايه تثبت فيه. العملية متبادلة مش ناحية واحدة. هو يدعونا واحنا نستجيب، عشان كده كل صلاة هي دعوة من الله واستجابة مننا. لكن عارف انت لما يجي مثلا الروح ربنا يشتغل فيك كده ويقولك طب انا قمت افصلي، تقول كسلين، طب قول مزمورين، نعسين، طيب ما قوم احضر القداس بدري، ده اليوم الاجازة الوحيد اللي الواحد بيريحه، وتبص تلاقي بيحصل ايه. انا كل ما كلمة ربنا بتسخن قلبي عشان اعمل حاجة ترضيه، ابص تلاقي ارادتي الضعيفة تشدني ناحية حاجة تانية بتستهويني وبتنيمني وتبعدني عن طريق ربنا. وبعدين يجي واحد يشتكي يقولك اصلا انا عندي فطور، طب ما هو جاي من ايه؟ من كسل، كسلت مرة في التانية في التالتة، فبدل ما كنت سخن الاول وكلمة ربنا بتأثر فيك وتخليك تتحرك وتقوم وتجاهد وتصلي وتثمر، لا بقيت اكسل وانام وابعد وعايز ايه اهو. يعني ما ينفعش كده ربنا يعني يديني نعمته. طب ايه هيديك نعمته ايه؟ ده انت عارفين بولس الرسول يقول ايه كده، ونعمته فيا لم تكن باطلة بل تعبت. يعني لازم النعمة قدامها ايه؟ تعب. من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. مش ممكن تقدر ان انت تقرب لربنا الا عن طريق يسوع. انا هو الطريق والحق والحياة، مفيش حد يقدر ان هو يصل الى الاب الا بي، اللي هو بمين؟ بيسوع المسيح. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. عرفنا، ده المعرفة العقلية، عرفنا ان ده يسوع المسيح. صدقنا لاني بعد ما اختبرته وعاشرته، العشرة مع ربنا بعد اختبار تبص تلاقي ايه، كنا محتاجين سمك ومش لاقيين، يقول له ارمي الشبك على الجانب الايمن، يرمي يطلع سمك، فالله طب صدقنا. اما يجي المرة اللي بعدها يقول لهم عندكم كم خبز؟ خمس خبزات وسمكتين، يقول له بص انا اعدوا كل الناس 50-50 وانا هصلي وهدلكوا وانتوا توزعوا لكل، يلاقيهم اكلوا كلهم. يبقى طول ما هو ماشي مع ربنا عمال يعمل ايه؟ يسجل خبرات. طيب وكل الخبرات دي تخليه يعمل ايه بقى؟ يصدق. زي مثلا لما يكون واحد كان في مرة تعبان ولا عنده مشكلة وبعدين طلب من ربنا وربنا وقف معاه، يقولك ايوه ده انا اختبرت بقى. او مثلا حد في اختبارات القديسين، انتوا عارفين في ناس بتدي لكل قديس من القديسين مهمة معينة، يقول لك اصل لما تضيع منك حاجة قول يا شهيد والنس، يعني لو قلت يا عذراء ومنور مش هيجي لك الحاجة، لا بس المهم يا شهيد والنس. طيب ويبص يلاقوا الحاجة يتبسطوا جدا، فاهمين؟ فهنا واحد يقول لك اصل لا ده انا ايه اختبرته، وما اختبرته مصدقه. وهنا تبص تلاقي واحد اما لجأ لربنا في تعبه وجاله هو ثقيل الاحمال وريحه، تبص تلاقيه يقول لك اصل انا اختبرت اما كنت تعبان وكان في خطيه كده فصلني عن ربنا ورحت واعترفت وطلبت بايمان ان ربنا يغفر لي الخطيه، فعلا حسيت اكن جبل وايه انزاح من عليا. ليه؟ اختبار، اختبار. لكن في ناس بتبص تلاقي من بعيد ما بتقربش من ربنا. الحاجه الاولانيه والحاجه الثانيه احنا قلنا ايه؟ مره ما تقربش ومره ما تقعدش، ما تديش وقت مع ربنا، فتبص تلاقيه دايما ايه يبقى من بعيد لبعيد كده، تفضل علاقته ما فيهاش اختبار، ما فيهاش نعمه. وعشان كده هنا بيقول لك ايه، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبه. عارفين ايه اللي يخلي الواحد يصدق المحبه؟ ان هو ايه قرب واختبر. التي لله فينا، الله محبه، تاني مره بيكررها. اصل لو كنت فاكر
ان انت في طريق تاني هيوصلك لربنا غير محبتك للاخرين، تبقى مخدوع برضو من ايه؟ من الشياطين. من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. لان ايه؟ ازاي اثبت في المحبة بقى؟ اصل ساعات الواحد يكون بيحب بس ايه؟ على فترات متوقعة. اللي هي ايه؟ احب لو حصلت معايا حاجة كويسة، طب لو حصلت حاجة وحشة؟ لا. احب لو جاني مزاجي، لا، ما اصلها مش بالمزاج، اصلها مش بقدراتك ولا مهاراتك. ده كل ما سكن الروح القدس في قلبك هيخليك انسان مستنير وبتعرف تحب الاخرين وبتحب الغير، مش بس عند اسعادهم ليك او ان هم بيبدلوك الحب بالحب. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. المسيح كان موجود في العالم وقال لنا كده، إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يفعلون باليابس. يعني هو عارف أن في العالم هيكون لكم ضيق، فهو عارف أن الناس مش بيقول لهم كده إن كانوا قد سمعوا كلامي هيسمعوا كلامكم، لكن أنا عارف أن العالم هيعمل إيه؟ هيبغضكم. طيب بهذا تكملت محبة الله فينا، لأن المحبة اللي سكبها فينا بالروح القدس إحنا ابتدينا نحب بيها الآخرين، فيبقى هنا تكملت محبة الله إيه؟ فينا. طب أما يبقى عندك محبة تبص تلاقي عندك ثقة في يوم الدين. أصل أنت الخطايا، إحنا قلنا أسباب الخطايا غياب المحبة. طب أما يكون في محبة مش هيبقى في خطايا. اما ما بقاش في خطايا تبص تلاقي يبقى الواحد عنده ثقه في يوم الايه؟ الدينونه. يقول له طيب انت كنت بتعملهم ازاي؟ يا رب كنت بعملهم بمحبه من القلب. عمري ما اتكلمت على حد كلمه وحشه، عمري ما فكرت في حد بالشر، عمري ما رديت الاساءه باساءه. ده بالعكس، عارفين انتوا البيت الشعر اللي بيقول كده، كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا يرمى بحجر فيلقي اطيب الثمر. يعني اما نخلة عيل صغير كده يرمي عليها طوبة، هترمي عليه ايه؟ طوبة. ليه؟ لان هي ما عندهاش غير ثمر، ما عندهاش غير ثمر. وعشان الانسان اللي بيبقى مليان باثمار صالحة ما بيعرفش يطلع لا من لسانه ولا من افكاره ولا من افكار قلبه من جوه غير هذا الثمر. الثمر اللي فيك ايه بقى؟ محبة، روح ربنا، سلام، ولا غيرة، حسد، خصام. هو زي ما فيك ثمر، اعرف بقى الثمر المحبة ده من سكن الروح القدس فيك. طب والثمر الباقي انت عارف بقى مين اللي يبقى ساكن. طيب هيبقى لينا ثقة في يوم الدين، لان في حتة حلوة جدا، اما يبقى بتحب حد مش بتقدر تدينه. وهنا برضو يقولك كده، لا تدينه لكي لا ايه؟ تدينه. يبقى أنا النهاردة إذا كان الثقة اللي عندي في ربنا إن أنا سمعت الوصية دي بس، ممكن الوصية دي بس لوحدها تخلصني من كل الخطايا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من خاف فلم يكتمل في محبة في المحبة. الجزء ده معناه إيه؟ أنتوا عارفين إن بدء الحكمة مخافة الله. فالواحد في بداية علاقته بربنا لازم تسكن المخافة في قلبه. وعشان كده داود النبي يقول له كده، سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت. أما يبقى عارف أن مجازاة الأشرار في الأتون النار، يبقى أنا المفروض أن أنا أعمل إيه؟ أقدم توبة. طب أكتر حاجة تخلي الواحد يقدر يقدم توبة هي إيه؟ المخافة. وعشان كده اللي بيعايز يبتدي يقول لك لا ده انا بحب ربنا انا ما لا، خلي بالك مخافة ربنا هي اللي تقودك في الاخر للايه؟ للمحبة. اما تقودك المخافة ان انت تحفظ الوصية وتستمر فيها، تقبل العطية بتاعت الروح القدس، فعطية الروح القدس وسكنها في قلبك يخلي قلبك يبتدي يحب ربنا. وعشان كده واحد من القديسين الانبا انطونيوس اما عاش مع ربنا فترة كبيرة، فهو قاعد مع اولاده بيقول لهم يا اولادي انا لا اخاف الله. قالوا له هذا الكلام صعب يا ابانا، ازاي ما بتخافش ربنا؟ ده احنا شايفينك مدقق جدا في حياتك.
قال لهم لأن المحبة ما بتسكن في القلب بتخلي الواحد يعمل أكتر من اللي خايف. يعني إيه؟ أما واحد يكون بيحب حد قوي تبص تلاقيه غير ما يبقى خايف منه، خايف منه يبقى طول ما هو قدام عينه ها يحاول، لكن لو بيحبه حتى لو هو مش موجود تبص تلاقيه بيحاول ينفذ الوصية، بس مش بس بخدمة العين كمن يرضي الناس، لا بخدمة القلب كمن يرضي الله، كله قدام ربنا. وهنا دي القوة الحقيقية اللي بتخلي للمحبة تأثير، ان انا مش بس بعمل كده عشان خايف من ربنا، لا ده انا واقف عشان بحبه. طيب اما نيجي نقول كده واحد زي الانبا بشوي الواقف يصلي طول الليل وربط شعره في ساد، انت عشان خايف من ربنا؟ يقول لك لا ده انا من كتر محبتي في ربنا خايف ان لحظة تضيع مني من غير ما اكون بتكلم معاه. وسكنة المحبة في قلبه تخليه حتى لو شاف حد تعبان مش قادر يطلع الجبل عشان يشوف المسيح يشيله، طب ده انت راجل شيخ وكبير، يقول لك مش مشكلة انا وهو ربنا يعيننا. وعشان كده الله الذي لم ينظره احد قط اللي عاش في المحبة قدر ان هو ايه يشوف. المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف له عذاب. كلمة الخوف له عذاب دي تبين ان الواحد طول ما هو لسه خايف من المجازاة ان لسه محبته مش كاملة. وعشان كده واحد من القديسين بيقول لربنا ايه، بيقول له رب اذا كنت انا بنفذ وصيتك خوف من النار لا وديني ليها، واذا كنت بنفذ وصيتك عشان انال الامجاد السماوية احرمني منها، انا عايز اكون بنفذ ده عشان ايه؟ بحبك بس. يعني قد ايه بتبقى فرحة الانسان اما يلاقي اللي بيحبه بيحبه من غير غرض، بيحبه فرحان، بيحبه مطمن، بيحبه سعيد، بس كده اشوف الفرحة في عينيه بس كده. هو ربنا بيحبنا الحب ده، واحنا المفروض نكون بنحب بعض الايه الحب ده. واما من خاف فلم يكتمل في محبة الله. جزء ده اما يقول له انت هتروح لربنا يقول لك ما هو ده اللي انا بحبه، ده انا نفسي اروح لربنا. انت عارفين بولس الرسول يقول ايه؟ اصل انا شهوتي ليه اشتهاء بس انا ايه. طب انت مش خايف؟ ده انا دي شهوة نفسي، ده انا من ساعة ما شفته زمان وانا نفسي ان انا ايه اروح وترمي في حضنه تاني. طب واحد زي يوحنا الحبيب تفتكره هيكون زعلان ان هو يروح السماء؟ يقول لك لا ده انا الاقي زي صدره الحنان. عارفين انتوا طبعا كبرني يا يوحنا، الاقي زي صدره فين؟ مفيش مكان عارف اتكئ فيه في امان غير صدر مين؟ ربنا يسوع المسيح. وعشان كده اما بيكون حد بتحبه قوي ما انتش خايف ان انت تقابله. طيب اللي خايف لسه يقول لك لا لسه المحبه ما كملتش، لسه في قلبك لسه في شويه شرور محتاج ان انت تقدم طبعاً. نحن نحبه لانه احبنا اولا. ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. احنا بنحب ربنا مش دي المبادره بتاعتنا، لا ده هو اللي احبنا ايه اولا، ده يعني احنا بنرد جزء من المحبة الحلوة اللي. وطبعا قد ايه جزء ضعيف اللي احنا بنرده، لان محدش قدر ينفذ كلمة بحبك موت الا ايه ربنا يسوع المسيح. وهو مش احبنا لان فينا حاجة كويسة زي ما قلت لكم، ده بالعكس ده احبنا عشان ينظفنا من اللي احنا فيه، عشان يدلنا حياة من الموت اللي احنا عايشينه، عشان يشيل كل ألام الخطية اللي في حياتنا ويدلنا حياة أبدية. ودي الحتة اللي احنا دايما بنتغنى بيها انه أخذ الذي لنا وعطانا. إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. حاول لما تيجي تقف مع ربنا ما تخليش يقولك يا كذاب. ليه؟ ما انت هتقول له أنا بحبك يا رب قوي، طب ها وأخوك؟ لا مش قادر احبه. يقول لك معلش انت كذاب. ليه؟ لان في قلبك ما فيهوش محبه. فهو كاذب لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره.
خلوا بالكوا اللي قلبه ماركته محبة هيحب اللي بيشوفه واللي ما بيشوفوش. طب والعكس، اللي قلبه ما بيحبش غير نفسه هيبغض أخاه اللي شايفه، وأكيد ما بيقدرش ينفذ وصية ربنا اللي هو مش شايفه. إن من يحب الله يحب أخاه، ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. الجزء ده المسيح نفسه قاله ساعة ما جاله واحد بيقول له يا سيد أي وصية هي الأولى والعظمى؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. الوجه الشبه اللي ما بين الحاجتين، احنا بنقول تحب الرب إلهك، يبقى اتجاه المحبة فين؟ ناحية السماء. طيب والثانية تحب قريبك كنفسك، يبقى اتجاه المحبة ايه؟ للقريب. مشكلة الإنسان إن هو يحب إيه؟ نفسه. أول ما تحب نفسك يقل محبتك للناس ويقل محبتك لربنا. عشان كده المعادلة تقول كده، كل ما زاد حبي لذاتي قل حبي لإخواتي. افتكروها كده، كل ما زاد حبي لذاتي قل حبي لإخواتي. لقيت قلبك مش بيحب إخواتك كفاية، اعرف إن محبتك لذاتك عالية جدا جدا جدا، وعشان كده تصعب عليك نفسك وتتضايق وتاخد في نفسك وتبقى في الاخر شايل الهم. ليه؟ لان نفسك شغلاك. لكن اللي بيحب الاخرين تبص تلاقي دايما نفسه ايه؟ مش شغلاه ومشغول بمحبة ربنا اللي ليه كل مجد وكرامة للآدم.